يا هلا ومرحبا أعزائي المشاهدين عفوا، ومع المحطة الحوارية الثانية وضيفنا اليوم الأستاذ مفرح الشمري رئيس قسم الفن بجريدة الأنباء الكويتية، وحديث حول الحفل السنوي 41 لجريدة الأنباء. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يا هلا ومرحبا، العافية على هذا الجهد، وشرفني أني أكون أنا ضيف في برنامج مساء الخير يا كويت. يا هلا ومرحبا، وبداية حابين أن نشكركم لتواجدكم معنا، وأيضا نبارك لكم حفلكم السنوي 41. الله يبارك بعمرك. طبعا هذا الحفل تعودت جريدة الأنباء أنها تقيمه كل سنة بمناسبة ذكرى الإصدار. طبعا احنا يعني ابتدت الأنباء من أول عدد 5/1/76 ليومنا هذا، وصلنا للسنة 41 الحمد لله فضل الله، ماشية الأنباء بخطة ثابتة من ما أسسها العم الراحل خالد يوسف المرزوق ليومنا هذا، وإحنا نسير في خطة ثابتة ولله الحمد. يعني الأنباء من يعني قاعد تحقق الكثير من الإنجازات، وعلى الصعيد المهني أو على الصعيد المصداقية، وعلى صعيد المهنية في العمل الصحفي. نعم أكيد. وبهالمناسبة حابين أيضا أستاذ مفرح أن نتكلم عن أبرز محطات النجاح خلال هذه المسيرة. أختي نورة، يعني مسيرة الأنباء طويلة، يعني قلت لك أنا من 76 ولله الحمد احنا حققنا الكثير من الإنجازات، والدليل واضح ان المجتمع الكويتي بجميع فئاته ينظرون للأنباء ان هي الصحيفة تحمل المصداقية، وانها مرآة الحقيقة لأي خبر يسمعونه، وخصوصا انها تعمل على تنمية يعني وحدة الوطن والحس الوطني، وهذا شيء يعني من البداية ماشي عليه الأنباء. الإنجازات كثيرة سواء كان على الجانب المهني أو على الجانب يعني حتى التنافس في الموجود حاليا في الصحافة المحلية ولا الخليجية ولا العربية. لله الحمد الأنباء تتبوأ مكانة مرموقة بين هذه الصحف، وإن شاء الله تستمر في هذا المنوال إن شاء الله يا رب. أكيد إحنا نتمنى، والمعروف لا يعرف، مثل ما نقول مسيرتها واضحة، ولكن هناك أكيد أسباب لنجاح وتطور هذه الجريدة خلال العقود اللي فاتت، فأنت برأيك شنو أسباب هذا النجاح؟ الأسباب هي المصداقية ونبذ الطائفية. إحنا ما عندنا يعني في الأنباء خط، مثل ما قلت من البداية خطها ثابت من البداية من 76 ليومنا هذا فضل الله، ومن ثم فضل مؤسسة العم الراحل خالد يوسف المرزوق، نسير بخطة ثابتة للمحافظة على وحدة الوطن، وحدة المجتمع. ما نبحث عن الإثارة لمجرد التسويق، احنا نبحث عن الخبر الصادق اللي يعني يحمل السعادة والتفاؤل حق المجتمع. هذه للأمانة من أبرز يعني الأسباب اللي حاليا الأنباء تتبوأ فيها يعني مكانة مرموقة بين الصحف وبين حتى في ظل مواقع التواصل الاجتماعي. احنا الأنباء لها مكانتها فيه، واحنا يعني لله الحمد موقعنا الإلكتروني هم يعني حقق المركز الأول يعني والأفضل في الكويت، ونال جائزة من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم في جوائز مال السوشيال ميديا وشغلات. وهذا أمر يعني خلينا احنا يعني نسعد بهذا الشيء، نحن في الصحافة الورقية متميزين لله الحمد، هذا مو بشهادتنا، بشهادة الناس اللي قاعد يتابعونا، وفي المواقع الإلكترونية هم متميزين، وهذا الشيء يعني يدل على القيادة الحكيمة الموجودة في الجريدة. طبعا بقيادة رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، ويعني إدارة التحرير على رأسه مدير التحرير أخونا محمد بسام الحسيني، والإدارة والمدراء الموجودين. هذه القيادة هي اللي خلت الأنباء لله الحمد أنها تأخذ هذه المكانة، ونعيش يعني الفرح دائما من خلاله. نعم، في ظل اجتهاد هذه القيادة، وأيضا مثل ما تكلمت حضرتك ومثل ما الكل عارف أنها جريدة حيادية لا فيها طائفية ولا انحيازية، برأيك شنو أهمية الكلمة الصادقة في الكتابات الورقية أو الجرائد الصحفية؟ أهمية الكلمة الصادقة أنها تخلي لك مكانة
في قلب المجتمع. صح. ينظرون لك بكل نظرة احترام وتقدير. نعم. أنك أنت ما تبحث عن شيء يعني تثيره علشان تكسب أو توصل لأعلى المراتب بطريقة عشوائية. أهمية الكلمة، أهمية الكلمة الصادقة أنها تخلي لك مكانة بين الصحف. أهمية الكلمة الصادقة أنها يخلي المجتمع الكويتي بجميع طوائفه يبحث عنك وعلشان يعرفون الحقيقة منك. هذه أهمية الكلمة الصادقة. صح. ولله الحمد الأنباء كلمتها صادقة من 76 ليوم نهاية، وهذا اللي خلاها ما شاء الله تستمر لحد الحين، وإن شاء الله راح تحتفلون يوم الأثنين القادم بإذن الله في الاحتفال 41 السنوي. نعم. شنو تحضيراتكم لهذا الحفل؟ طبعا أختي أختي نورة، يعني الاحتفال هذا راح يكون تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح، وحضور طبعا شخصيات اجتماعية وعامة. عندنا هناك كل سنة احنا الناس مترقبين حفلتنا، يعني لان احنا مسوي مفاجآت فيها. نعم. ولله الحمد يعني حفلات الانباء اللي احنا قاعد نقيمها تلقى صدى طيب سواء عندنا بالكويت ولا في الخارج، لذلك اي ضيف احنا ندعوه من الخارج يلبي الدعوة من غير اي مانع. تحضيراتنا ان شاء الله هناك في تكريم طبعا حق المميزين في الجانب الانساني والجانب الشبابي والجانب الاقتصادي، بالاضافة الى الجانب الفني. نعم. والثقافي. عندنا ضيوف من برا ان شاء الله لما تجون تشوفونهم ان شاء الله، وان شاء الله تسعدون فيهم. الحفل طبعا له ترتيب خاص ومرتب بطريقه يعني ان شاء الله تنال على الاعجاب ان شاء الله. وهناك فقرات جدا جدا ممتعه في الحفل، في الحفل هذا طيارة طبعا، في الحفل هذا 41 إن شاء الله. نعم إن شاء الله. وأيضا أكيد هناك أيضا تكريم إلى جانب الناس اللي راح تكرمونهم، هناك من أسهم أيضا في نجاح هذه الجريدة، هل هناك تكريم لهم يعني من الموظفين اللي كانوا إن شاء الله يعني متواجدين معاكم وأسهموا في نجاح هذه الجريدة؟ والله شوف الأنباء دائما تقوم على تكريم موظفينها. نعم. سواء كان بالاحتفال دائما انها تهتم بالموظف وتهتم في تنميه هذا الموظف. هذا الحفل السنوي احنا نسويه نكرم فيه ناس من الخارج. نعم. اوكي، ونكرم فيه ناس عندنا مميزين في الكويت. نعم. من الكوادر الكويتيه في الجانب الانساني والاقتصادي والشبابي. نعم. لان احنا ندعم هالجوانب، المبادرات الشبابيه، المبادرات الانسانيه، المبادرات الاقتصاديه، الانباء بالذات. احتفال الموظفين هذا في احتفال خاص طبعا، خاص ثاني غير الاحتفال السنوي، ونحتفل فيه يعني ويكرمون طبعا الاداره. جميل. الموظفين المثاليين، واحنا شهريا يكون عندنا موظفين مثاليين زين. نعم. ويعلن عنهم طبعا في هذا. جميل. ولهم تكريم خاص فريق عمل الأنباء يعني للأمانة من الفرق سواء جميع الإدارات. نعم. من الفرق المميزة حاليا في الصحف المحلية. يعني نقدر نقول أن أيضا الأنباء إلى جانب تميزها الورقي أيضا هي متميزة في احتفالاتها وتكريمها وتقديرها للجهود المبذولة واللي أسهمت في نجاح هذه الصحيفة المتميزة. شكرا وكل الشكر لك أستاذي على تواجدك معنا، وإذا حاب تتوجه في كلمة أخيرة تفضل. أول شيء شكر لكم يعني لحضرتك أختي نورة وطاقم البرنامج. شكرا. والشكر حق وزارة الإعلام وتلفزيون الكويت إذاعة للأمانة اللي مو مقصرين معانا خصوصا في تغطياتنا احنا في جريدة الأنباء. وطبعا أنا أوجه دعوة حق إن شاء الله الفنانين والمثقفين والاقتصاديين انهم يكونون ضيوف عندنا يوم الاثنين المقبل في قاعه البركه فندق كراون بلازا بالفروانيه الساعه 7 مساء. نعم ان شاء الله. شكرا لك جزيل الشكر، وان شاء الله يكون حفل متميز كالعاده، ونفرح في جريدتنا الانباء المتميزه سنويا في تقديمها كل ما هو متميز، ومثل ما احنا نقول الكلمه الصريحه وبعدم يعني تكون غير انحيازيه. ما زلنا متواصلين معاكم، ولكن من بعد هذا الفاصل راح نكمل باقي فقراتنا.